دابا اليوم الحد انتم حفظتوا خرجتوا التمارين ديالكم ياك سامي حدا ليا ولدي حدا رايان راه عقله شويه خفيف راه كيبقى ينقز وديك البلاصه اللي غادي تلعبوا فيها راه خايبه يطيح شي واحد فيكم ولا شي حاجه وانا راه قلبي حاسب شي حاجه ماشي تلي سمعتيني فادي هشام حدا ليا ولدي صافي راه اخوكم هذاك وقابلو عيسى قابل ليا ولدي صافي وكونوا بعقلكم لا بانوا لي الدراري مزيانين تبارك الله عليكم ترينوا لي مع ريوسكم وان شاء الله غيكون كلشي مقاد مهم ردوا باب ريوسكم وكونوا كاينين هادو ريوسكم بزاف اوكي الله يسهل عليكم يلا يلا سيروا دوروا تلعبوا يلا الدراري يلا يلا سيروا تلعبوا الدراري سيروا شوف رايان انا ما بغيتش نجيبك اليوم الحد وانت طلبتيني وقلت لي الدراري يلعبوا كره وخليتك تجي معاهم فهمتيني وحدي راسك مزيان انا ما كرهتش هاد المنتخب هذا شطانا ما عطانا والو هاد المنتخب ما كرهتش انا تكمل قرايتك تولي شي بوليسي ولا كوميسير ولا تولي طبيب ولا تولي شي حاجه وحدي راسك ولدي صافي شوف انا هضرت مع باباك انا اللي هضرت معاه وصيتو تيشوف اخليه يمشي يلعب مع الدراري ودار حسابي عندك شي حاجه فيها المشاكل ما عندكم ما ديروا بها بعد منا صافي رد بال راسك ولعب كوره مع راسك يلا سير ولدي الله يسهل عليكم يلا برافو رسيرو خليهم النور يمشيو يلعبوا في العالم ديالهم كريم صاحبي راه الدري انا حاسب شي حاجه اليوم ماشي تلي كاين والو النور يصير خلي الدراري يلعبوا صاحبي وي انا متفق معاك الصحبه زكريا ولكن انا مقبوط اليوم ما هذا لا حول ولا قوه الا بالله ما كاين والو راك عارف انت عبد الكريم راه هو اللي عندي انايا والولد اللي عندي الوحيد راه هو اللي شفناه والله العادي ما كنشوف فيه راسي انا المهم علينا ان شاء الله نمشيو نتقهواو السلام عليكم تنيب ولدك صاحبي كاين شي باطي نمشي نجيبها هو الباب يلا قال لينا بابا قال لينا بابا حنا سير جبدو سير جبدو سير جبدو علي 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 هذا شتو متعطلوا اصاحبي بقى فيا الحال انا والله والله يا خويا بقى فيا الحال ميسر تربحنا حنا حتى كنهضر معاك على ولدي وانت تقول لي ميسر ولا مغربي ولدك راه كيلعب بولدك مالو وانت راه تعطل عليا يا صاحبي راه داز دابا ساعتين اصاحبي ما كاين والو اصاحبي ناري النور يا خويا تفرجنا في المنتخب هضر معايا في المنتخب تنسى عليا المنتخب راه ولدي تما قال لك المنتخب اش كتقول لي المنتخب اش عطانا هذا المنتخب بوكاع تعطلوا بزاف الدراري اصاحبي فين انا هذا مشاو اصاحبي كريم يكون الخير ما كاين حتى شي حاجه انا مع السبع صاحبك تبقاو تفقسوا فيا مالكم يا صاحبي حتى واش سمعني سمعني واش المنتخب كيجي يدق عليا وكيصير عليا انا وولادي حتى المنتخب راه ما كيدقش عليك ويعطيك الفلوس هكا شنو خاصك ولا ترى هما اللي كيديروا لاباس حنا مالنا حنا راه كنتفرجوا كيخسروا الفلوس انا متعصبش والله اخويا والله دا مالو هذا خا كريم الدراري شكون واقع لهم شي حاجه الدراري اصاحبي تعطلوا ساعتين دابا اصاحبي وزياده واه أكون الخير يلا نمشيو خو عصبوني خو اسمحوا لي الله يرحم لكم المول يلا نمشيو نشوفوا الدراري وقلبوني نشوفوا رايين في الكين يلا نمشيو يلا يلا عبد الكريم يلا يا فراس يا سعد المنتخب اصاحبي لعب شكوى صافي الدراري واحد يهضر واحد يهضر باش نسمع واحد يهضر طوع علينا بالون اللي جبدو ما بقاش خرج كيفاش ما بقاش خرج وانا قلت لكم حدي ولي الدري وانتم علاش صيفطتو اولي ما بغا يمشي في الدار يا صاحبي ولدي مع الشفر ولي طرا انا بلا سلاح انا بلا سلاح فين لي فين لي نوري سكري دمار شد شد انا يكون خير النور واحد فيكم يفهمني قول لي ولدي زكريا ولدي ولدي سكوت النوري شد انا صاحبي النور بالون ودخل يجيب دونك ما بقاش خرج واش حفره ولا شحال شنو هو طلع حدا دار لا صيفطتو نتوما لا صيفطتو انت انا قلت لك انت هو الكبير فيهم حديه واش لا حول ولا قوه الا بالله زكريا ولدي مشى
واتشو شو فهموني دبو شتري دخل شي دار والفنطة ادخل له نعم شكيت انا في الزر جمو يمشي يجيبك قال راسه قال لنا انا لا لا قوم يدخلوا حد راسه انا اخوي كريم حيدو حيدو Oh,
النور يا خويا ربيع صيفط ولدو يلعب كره مع الدراري الصغار مع ما عندوش الحفاضه مشى لعب معاهم كره شو واحد ضرب البالون تلاح في واحد الحفره الدري الصغير ما عارف والو دخل بغى يجبدو مع دخل بغى يجبدو وحل تما صافي الدري الصغير وحل جاو يجريو الدراري الصغار قالوا الباه من قالوا الباه وباه صاحبي تقاتل وضرب تماره باش يجبد ولدو باش ما يخليش ولدو يموت شي الوالدين اخويا الله يسمح لنا اخويا من الوالدين راه تيرا شنو راه حتى واحد ما قدر يهود يجدو الا باه باه هو اللي مسكين طايع عافر يعافر ويحاول مسكين عرفتي كاع الناس بقات كتفرج ما كاينش اللي يقدر يهود يجبدو ولا شي لعيبه الا باه هو اللي هضر اخويا الوالدين الصراحه الوالدين كيديروا المستحيل على قبلنا حنا الله يسمح لينا من الوالدين في الاخر توعش مسكين فرجلو كاع ما لا فرجلو صدق مسكين توعش اللي طلع بين غمسي اللي داشو السبيطه توعش مسكين فرجلو بقى فيا صاحبي والله تبقى فيا الله يعمر هذا الله يسمح لنا من الوالدين حتى كيمشيو عاد كنحسوا بالفراغ ديالهم صاحبي شو ما عقل عليه حتى شي واحد الا بو شي كبده شحال صعيبه صاحبي ويا اخويا ربيع شي نوري كنا ما دخلش يعتق ولدو والله ما يعتقوا ليه شي واحد حيت الوالدين كيتقاتلوا على قبل ولادهم وهادشي هذا غنحسوا به نهار نديروا الاولاد اخويا ربيع ملي نديروا الاولاد غاد غنحسوا بالوالدين ديالنا والله يسمح لينا منهم اخويا ربيع اخويا المالي صراحه الله يسمح لنا من الوالدين الوالدين ما كنحسوا بلاصتهم حتى كيتدربوا جوا مع داك كنحسوا بلاصتهم الوالدين دائما كيبغيو يشوفوا ولادهم فواحد الصوره زوينه يعني فواحد ايماج زوينه دائما الاب ولا الام كيبغي يشوف ولدو يكون تاهو واحد منصب زوين في البلاد يعني يبغي يشوف ولدو يعني يكون تاهو شي حاجه مزيانه ما يبغيش يعني الله يجعله الاب يتكرفس يتبهدل ولكن كيبغي ولدو يكون دائما بخير وعلى خير الصح خويا ربيع يسمح لينا من الوالدين صراحه وهاد القصه هذا خويا ربيع درناها على قبل خويا ريان كنا بغينا نشوفوها صاحبي في الحياه ولكن للاسف مات كنا غادي نموت كنتمنوا ليه الرحمه خويا ربيع الله يرحم داك الدري يا صاحبي بقى فيا بزاف ما نكذبش عليك المغاربه كاملين صاحبي بكاو عليه البارح وحق الله العلي العظيم الله يرحمه اخويا ربيع الله يرحمه الله يرحمه مسكين ويجعله من اهل الجنه ويصبر والديه وماشي يصبر والديه يصبر المغرب كامل في حتى داك الدري ولدنا كاملين راه الله يرحمه ولي برحمته الله يعني هذاك الدري راه مسكين ربي العالمين المغاربه كاملين صح خلى فينا في واحد الفاجعه صراحه مسكين الله يرحمه ولي برحمته الله مسكين الله يرحمه درنا هاد القصه عليها صاحبي كنا بغينا يخرج بخير وعلى خير ولكن الأعمار بيد الله سبحانه وتعالى اخويا هذاك الشيء اللي كاين نقص الله يرحمه بقى فيا خويا ربيع داك الدري يا صاحبي بزاف حتى انا مسكين بقى فيا صاحبي والله الا اخبار فاجعه صاحبي وحق الله العلي العظيم انت كنت باغي لوحد الفيلم هذا واحد صورته قبل كنت بغيت اللوح وخرج صاحبي الله الا كاعك اخويا المهدي والله العظيم صاحبي سمعنا هذيك الاخبار الله الا بقى فينا الحال كنا فرحانين بيه كنا عايش وهادي كنا كنفتخروا قعد كنا كنفتخروا بالبلاد صاحبي وبالناس اللي حاضرين هاد البلاد وبالوقايه المدنيه ولكن العمر بيد الله اخويا ربي هذاك الشيء اللي كنتمنوا ليه الرحمه هذاك الشيء اللي كاين اخويا المال يعني اللي كيقسم الله سبحانه وتعالى اللي كيوصل له الانسان ما عندنا ما نديرو هذه سنه شي الحياه ما عندنا ما نديرو اخويا المال الله يرحمه اخويا الله يرحمه ولي برحمه شي الله اخويا الله يرحمه ويرزق والديه الصبر فيه ويصبر المغاربه كامله حقاش الدري راه ماشي بقى عفو والديه راه بقى فينا حنا كاملين وفي العالم كامل لا في الاخوان ديالنا الجزائريين لا المصريين لا التونسيين يعني كاع الناس كلها يعني اللي كتشد جميع القنوات الجزائريه العالم العالم كلشي كيبقى كاع الناس مساكن شادين وكيتسناو شي اخبار زوينه ولكن قدره الا قدره الله سبحانه وتعالى لا اله الا الله محمد رسول الله شو القهوه خويا المهدي يلاه مشاو الله يحفظك شوف